البارحة سألنا الشخص عن سرقة المال من الساحر، أما تأخذه لنفسك لا. يعني الأخ يعني يقول في واحد ساحر يؤذي الناس جمع مالا، فهو علم مكان المال فذهب وسرق مال الساحر. إذا كان يعني يستعمل هذا المال في إيذاء الناس، أنا لا أنصح بالسرقة أبدا، لا أنصح بالسرقة أبدا، ولكن يحجب عنه المال زمنا ما، لا تأخذه لنفسك إلى أن يتوب، إلى أن يتوب أفضل. ولا ومع ذلك لا أفتي بسرقة مال الساحر ولا غيره، السرقة ليست من شأننا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يلقب بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، وهو مع الكفار وأمر برد الأمانات إلى أهلها عليه الصلاة والسلام، يعني كان ملقب بالصادق الأمين. وما ورد أن النبي سرق من أحد أبدا عليه الصلاة والسلام، أبدا أبدا، إلا إذا كانت مسائل حربية فالغنائم أحلت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الكلام على عروة بن مسعود الثقفي لما قال للمغيرة بن شعبة: ألست أسعى في غدرتك، يعني في سداد الأموال التي سرقتها، يعني وأنت سرقتها وجئت أسلمت؟ قال النبي: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء.